إن موسى بن عمران وقف ذات يوم يصلي ببني إسرائيل صلاة الاستسقاء لينزل الله عليهم الماء من السماء بعدما أجزم فوعده وصلى وفرغ من الصلاة ولم ينزل الماء. فقال موسى: يا رب صلينا ولم تنزل الماء. قال له: يا موسى إن فيكم عبدا عاصيا، إن فيكم عبدا عاصيا. فقال موسى: وبني إسرائيل من كان منكم عاصيا لله فليخرج. فلم يخرج أحد. وصلى موسى للمرة الثانية ونزل الماء. قال موسى: يا رب صلينا ولم يخرج عاصي ونزل الماء، فما هذا؟ قال: يا موسى ان العاصي قد تاب بيني وبينه وقبلت توبته. ولم يسكت موسى، وكان لموسى مع الله دلال. فقال: يا رب اريد ان اعرف من هو ذلك الذي كان عاصيا وكفر. قال له: يا موسى إذا كنت فطرته وهو عاص فكيف أصبحه بعدما تاب إلي؟ نعم.